وفاة فنان ونجم مصري مشهور عن عمر يناهز 50 عام في المستشفى وسط حزن من أسرته. توفي الفنان والملحن المصري أشرف سالم إثر معاناته من ذبحة صدرية بعد يومين من دخوله إحدى المستشفيات عن عمر يناهز 50 عاما. ونعى عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة سميرة سعيد والفنان رامي جمال والفنان المصري إيهاب توفيق والفنانة إليسا وغيرهم الملحن الراحل معبرين عن حزنهم لفقدان قيمة فنية كبيرة في عالم الموسيقى في مصر. وكانت النجمة سميرة سعيد قد نعت الملحن الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قائلة: صدمة كبيرة بفقدان صديقي ورفيق رحلتي وعشرة عمري أشرف سالم، رحيله آخر توقعاتي، أنا حزينة الله يرحمه. كذلك غرد النجم رامي جمال على حسابه الرسمي على تويتر قائلا: انتقل إلى رحمة الله تعالى صديقي الملحن المصري أشرف سالم، نسألكم الدعاء، لا أراكم الله مكروفي عزيز لكم. ويذكر أن الملحن المصري أشرف سالم صاحب رصيد كبير من الألحان لعدد كبير من نجوم الأغنية، منها ما قدمه مؤخرا مع سميرة سعيد واقع مجنون، وقبلها ليلة حبيبي، ومع محمد منير صوتك، ومع أمال ماهر مش رجعالك تاني، ومع محمد فؤاد مش باجي على حاجة، ومع إيهاب توفيق عام الخجول وأجوى من هواك، ومع جنات جواز سفر، ومع كارمن سليمان عيش على أعصابك، وغيرها من الأغاني المميزة. كذلك قام بتأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية مثل نونة المأذونة، أرض جو، وكنا أمس. رحم الله الراحل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.